بسياسة أمريكا لا تريد دعم حكومة نتنياهو وتريد تغيير حكومة نتنياهو. نتنياهو كان في الكونغرس قبل أيام وكان التصفيق لا يتوقف على السخافات التي أدلى بها، أصلا لم يدلي بشيء، يعني لم ذو قيمة، والتصفيق مستمر ورجل مجرم معروف. فلماذا يعني من جانب يريدون تغييره ومن جانب يصفقون له؟ الجمهوريين يصفقون له، نصف الديمقراطيين قاطعوا الجلسة، فإن أحد الديمقراطيين رشيدة طليب حملت ورقة تقول مجرم حرب، هذا ما وصفته به أحد الممثلات من ميشيغان، فإنه قالت له أنه مجرم حرب وإن نصف الديمقراطيين قاطعوا هذه الجلسة، ولكن الجمهوريين نعم كما ذكرت صفقوا له، وعندما كذب وعندما قال أنه يقتل الأطفال ويقتل الفلسطينيين صفقوا أيضا له، وهو مجرم حرب. أنا أوافق معك.